أسافر لإكمال دراستي وابتداء سنة الثالثة، ودعت أهلي وأصحابي وأحبابي، فلعلي لا أعود بعد عامي هذا. فانقطاعي أشبه بانقطاع يتيم عن كفيله يتنقل بين كفيل وكفيل. فاليوم ودعت أحبابا لألاقي أحبابا آخرين، لأعيش بين إخوة لم تلدهم أمي وأبناء عم صالحين. كل مرة أسافر فيها أذكر تقلب حالتي من حال إلى حال. أذكر فرحتي حينما أدركت تحت مجموعة المبتعثين للولايات المتحدة الأمريكية. حينها كنت أسعد شخص في ذلك الوقت، فقد حققت واحدا من أحلامي. وازدادت فرحتي حينما استلمت ظرفا من الوزارة يتضمن أوراق الدراسة، ومعها تذكرة سفر كتب عليها تاريخ بعد غد. فبعد يومين سأعيش في مجتمع متطور بين شعب مثقف ومتحضر. إلى أن سافرت فتغيرت نظرتي عن الواقع الذي سأعيشه، وبدا ما قيل لي عن الغربة يبدو جليا واضحا في حياتي. فبعد أسبوعين من وصولي للولايات المتحدة بدأت أحس أن نفسي تشتاق لبلدي، فكل من حولي غريب ولا يفقه لغتي، أو بالأحرى أنا الغريب ولا أفقه لغتهم. لا أعلم إن كان حالي يدعو للسخرية حينما أسأل أبسط الأسئلة عني وعن صحتي وأنا لا أجيب، أو حينما أحتاج إلى شيء فأبدأ بدمج كلمة أمريكية بجملة عربية فأخرج وأنا خالي اليدين وقد أجد بعض الشتائم أحيانا. اعتدت على هذا الحال حتى التحقت بمعهد لتعليم اللغة الإنجليزية، وما هي إلا أسبوعين حتى تخليت عن الدراسة واستسلمت للواقع والوضع الذي أعيشه. وزاد الحال سوءا والطين بلة أن مواكبة مجتمعي المتطور وثقافة شعبي المتحضر لا تتناسب مع مبادئي ولا تنسجم مع عاداتي وتقاليدي. فأي شعب يعيش بين حمامات مشتركة؟ وأي مجتمع يرضى لبناته بالانحلال والتعري وزد على ذلك انسلاخهم من الوازع الديني وشربهم للمسكرات وتشبه رجالهم بالنساء ونسائهم بالرجال؟ فآثرت البقاء وحيدا منزويا في غرفة مهجورة لا أخرج إلا للحاجة، فالبقاء بعيدا عن التيار أفضل من مواكبته. ولكن رغم كل هذه الصعوبات وهذه المحن التي مررت بها، يبقى للسفر لذته وللغربة فوائدها. فقد تكون الغربة وطنا أحيانا، وقد يعيش الشخص بعيدا عن أهله عزيزا، فبعدما ودع أهله وابتعد عن وطنه سيجد من عاش تجربته وتغرب عن وطنه وأحبابه، فيكونون له عونا ومعينا، يفرحون لفرحه ويحزنون لحزنه. إن عاش بينهم عاش بين أهله، وإن غاب عنهم تفقدوا حاله، وإن جلس بينهم آنسوا مجلسه، يؤنسون وحشته وبعده عن أهله، يجدهم في الشدائد والمحن. حينها له أن يطلق عليهم إخوة لم تلدهم أمي. وكم من شخص عايشناه في الغربة استغل بعده عن الوطن والأهل ليطور شخصيته ويعتمد على نفسه، يدير وقته ويخطط ليومه، يرسم خططا بحياته فلا يقدم على فعل إلا وفكر فيه وتدارس إمكانياته وتمعن في إيجابياته وسلبياته، فيدير وقته حسب ما يشاء، فصار أكثر تنظيما وتركيزا وإدراكا للمحيط والأمور من حوله. وكم من طالب عاش حياتنا وتغرب عن أهله وابتعد عن وطنه وسافر عن أصحابه ليدرس في جامعة مرموقة فيطور ثقافته ويصنع مستقبله، فما يتحصل عليه من الجامعات المرموقة من ثقافة ومعلومات وشهادات يفوق ما يجده الطالب في الجامعات الأخرى، ناهيك عن اهتمامها بالجانب النظري والتجريبي والعملي. وزد على ذلك اختلاطه بالجنسيات الأخرى
مما يزيد الثقافة العامة فوق الثقافة الأكاديمية. ناهيك عن متعة السفر والتنقل من بلد إلى بلد، مما يفتح المدارك لاستكشاف الحياة من حولك والثقافات والعادات المختلفة التي تجاورك، والتنزه والترفيه في بلد غير بلدك لتخرج من هم الدراسة والكتب فتنظر للحياة من حولك وتتفكر في إبداعات خالقك. أكملت سنتين وأنا أدرس خارج بلدي، ما بقي منها إلا ذكريات أسطرها، واليوم لم يبق إلا القليل حتى أصل لبلدي الثاني، ونفسي مشتاقة لملاقاة أصدقائي وأحبابي وبداية سنة دراسية جديدة علني أطور شخصيتي وتفكيري وثقافتي فيها، والله خير معين في غربتي.